ورد أقولها من خلال برنامجك. نقابة الفنانين العراقيين أصدرت بيانا مؤسفا، ونقابة الصحفيين العراقيين تدار من قبل نقيبه هو الدكتور نقيب جبار جودي نقيب الفنانين، وهو مدير عام في وزارة الثقافة، وينبغي عليه أن يلتزم بخطاب الدولة الرسمي. زين، يقول قناة NBC العراق ليس لها علاقة بقناة NBC العامة التي بثلت التقرير المؤسف التي اتهمت فيه قادة النصر بأنهم إرهابيين. وهذا الكلام فيه مغالطات، ولا ينبغي لنقابة عراقية في هذه الظروف الصعبة أن تنزلق في هذه المنزلق. أولا، مجموعة NBC تدار بشكل مركزي من دمي من قبل إدارة سعودية بالكامل، والتوجيهات تصدر منها لكل القنوات. في رمضان الماضي كادت هذه القناة اللي اسمها NBC العراق أن تشعل فتنة في البلد بسبب مسلسل عن سيرة معاوية لعنة الله عليه، والآن القناة مصرة على بث هذا المسلسل في رمضان القادم، وأنا أحكي لك بمعلومات. زين، وهذه القناة ليست قناة مجرد قناة انترتينمنت منوعات وترفيه، وإنما ضمن شبكة أدوات الإعلام السعودي المنخرط تماما مع الماكنة الإعلامية الصهيونية في هذه الفترة، وعلى كل الفنانين العراقيين. نقابة الفنانين شبيهم شنو اللي جاهم يعني؟ عدم فهم للمشهد، عدم وعي سياسي، أكو مصالح. ما أدري إذا ما كانت أكو مصالح، بس أنا أعتقد الفنان العراقي، وأنا أتحدث عن أغلبية بالمئات إذا مو بالآلاف، هذا البيان لا يتناسب مع ضميرهم الوطني ومع موقفهم الحالي. أن يختزل المشهد على أنه مصالح فنان، وهذا استوديو مال فنان، وهذا هذه القناة قناة ترفيهية مالها علاقة، هذا الكلام يدل على سطحية سياسية وعدم قراءة جيدة للتحديات. على الأقل احترام بيان هيئة المفوضين في هيئة الاتصالات والإعلام العراقية اليوم، التي صدرت وقالت NBC ضد القيم الوطنية العراقيين وضد الآداب العامة، وما فعلته يوجب ملاحقتها قانونيا وغلقها وإنهاء وجودها بالعراق. العراق طاهر لا مكان فيه للصهاينة، يقبلون يقبل نقيب الفنانين أو ما يقبل، يعجبه أوس الشرقي صاحب شركة أوس ستوديو اللي قاعد يدير أعمال NBC بالعراق أو ما يعجبه، ما يعجبه يفضل يطلع. هذا البلد ما موجود به مكان للصهاينة، عندنا قانون تجريم التطبيع يحكم بالإعدام شرطا حتى الموت لكل من يطبع ولكل من يروج لخطاب صهيوني في هذا البلد. هذا بلد علي والحسين، مو بلد محمد بن سلمان ولا بيت ابن راشد ولا بيت ابن ما ادري منو. نعلان كافي هذا الكلام. يطلع لي نقيب فنانين مدير عام وزارة الثقافة يتحدث بهذا المنطق، خليه يحترم نفسه شوية ويحترم الفنانين اللي بالبلد. فنانين اللي بالبلد مو صهاينة، مكيف له هذا بيان والله فلان استوديو ما تحترق، فليحترق وليذهب الى الجحيم. هذا بلد بقيم، واحنا بحرب، حرب وجود، لابد ان ننتصر بها.